استاذ محمود. بص حضرتك انت لو لاحظت وشفت يعني اوروبا عانت قد ايه لما الجمهور بعد عن الدوريات بتاعها، فلما جت الفرصه وتم التطعيم في كورونا يعني 50 و60 الف خلاص يعني الدوري الدوريات الاوروبيه جايه كامله العدد على فكره. انت بقى ايوه هتبقى كامله العدد خلاص دوري خلاص هي خلاص هيبقى راجع الجمهور راجع بكثافه خلاص الموضوع انتهى. ايوه انت ده اسميه تقدر تسميه مشروع دوله مش مشروع نادي ولا مشروع اتحاد الكوره يقدرش ياخد فيه قرار. أيوة. يعني لازم يكون في دافع من الامن نفسه بالاتفاق مع اتحاد الكوره والانديه في اليه الوضع انك انت ترجع الجمهور. طب انت عندك الاليه جاهزه؟ انا عندي الاليه جاهزه، انا عملت حاجه اسمها تذكرتي حلت لي مشكله كبيره جدا، انا بعرف البيانات بتاعت الناس اللي جايه عاوزه تخش تدخل الماتشات في كل نادي عنده جمهور اللي هو عاوز يدخل مباراه. طيب هتقول لي حضرتك هل طبقت اشتراطات النيابه اللي اتعملت قبل كده وتنفذها كل مره بنقعد نتكرر نفس الكلام؟ يعني الملاعب فيها كاميرات، يعني الملاعب فيها بوابات، يعني المقاعد مرقمه وجاهزه، يعني في الفواصل موجوده، هل كل الحاجات دي موجوده في كل الملاعب؟ طيب دي حاجه ده جزء مهم جدا. الجزء الثاني ليه ما تفكرش انك انت لما المباراه اللي على ملعب الاهلي بجمهور الاهلي فقط، ولما الاهلي يلعب مباراه خارج ملعبه يبقى جمهور الفريق المنافس، يعني عشان ايه تخف من حده ايه العديد من الامور اللي نقدر يعني ايه تقدر انت ايه تقدر تخف. لكن دي كابتن سام مش عاوزه، يعني عاوزه يبدا من دلوقتي لو 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 في اتجاه لعوده حتى لو على الاقل 5000 مشجع، لو قلنا لو افترضنا على الاقل يبدا من دلوقتي ترتيب وتنظيم وتتعمل يعني ورشة عمل كبيرة جدا يتم طرح فيها ازاي يبقى الجمهور موجود، لانه شيء مهم جدا. خلاص الناس سئمت ان المدرج النهارده انت داخل في 10 سنين ايوه يعني ما تبقاش غير مباراة المنتخب الوطني او تحت ضغط الاتحاد الافريقي ما يبقى في نهائي عندك او السيمي فاينل. بس خلي بالك دلوقتي الصحه بتدخل اكتر. ما دي برضو من النقاط يعني ما دي برضو من ضمن الاطار، ما دي اعتبرها في اطار زي حفله بالظبط ماشي خلاص. مع انه ايه على فكره انت عندك فرصه ان في الملعب المساحه افضل من الحفله، انا ممكن تبعد الاماكن بينك وبين الناس، لكن عاوز اقول لك من دلوقتي لو كل دول مع الامن مع الصحه مع اتحاد الكوره مع الانديه وتم طرح افكار وتنظيمها على انطلاق الموسم الجديد، يبقى انت حتى بدات حتى وضعت تدريجيا يعني لبنه اساسيه في انك انت بتقول للناس هترجع وتقول بقى بياناتك. لازم احنا يا جماعه ده احنا سنه 2001 في نهائي دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي وصن داونز اللي الاهلي وقتها استرد البطوله بعد 14 سنه، واحنا داخلين ملعب علي مباراه النهائيه ملعب صن داونز لقينا صور متعلقه الناس 2001 يعني فرق كم سنه دلوقتي؟ 20 سنه 20 سنه عاملين صور للناس اللي عاملين عليها دول من عند كل الملاعب وكل واحد محطوط عقوبته، في واحد 6 شهور في واحد 3 شهور في واحد سنه، يعني الناس دي خطتنا مرحله. انت قبل كده في ايام وزاره العمري فاروق لما كان وزير الرياضه بعت وفد لانجلترا عشان نتعلم ازاي يبقى في الامن الداخلي للملعب دوره ايه؟ أيوة. ودي طرحت فكره كابتن اسلام ان احنا نستفيد من خريجي كليه التربيه الرياضيه ان هم يتم توظيفهم كرجال امن داخليين في الملعب. ليه بقى؟ لانه انت عندك في انجلترا مع كل بايكه، البايكه دي فيها 500 مقعد مسؤول عنها 2 امن او 3 عارفين الناس اللي بيقعدوا، لان هو بيبيع تيكت سيزون عنده حافظ انه في عيله عصام شلتوت واخده 20 مقعد أيوة. وعيله اسلام الشاطر واخده 50 وعيله جمال الزهور واخده 60، فالمنطقه دي فيها أيوة. الظروف بص فيها الترتيبه دي انت لازم توصل انت لازم توصل ايه في الجزئيه دي ان هي بقت النظام ايه عائلات، مفيش حد يقدر يدخل مكان واحد، يعني لو ما جاش عصام واولاده مفيش حد يتفضل خش اقعد مكانه من النهارده. بس خلي بال حضرتك يا استاذ محمود واخد استاذ سامي